من بعد الزواج، البيت والولاد، صار فينا نزبط الشقة. رحنا على بنك بيبلوس وطلبنا قرض شخصي ب$20,000، مضينا على كم ورقة وفقولنا عليه وصار فينا نبلش الشغل. أول شي فضينا البيت، أكيد جوزي نقى التلفزيونات وأنا السجاد، طريات، الكنبيات والأكسسوارات وتابلويات بتلبق معهم. طرشنا الحيطان، البواب، ركبنا الباركيه ووصل العفش. شوي شوي شفنا الأوض عم تركب لحد ما خلص البيت. واليوم مع بنك بيبلوس صار فينا نقول إنه حققنا هدفنا.